حي على الفلاح، حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه. الحمد لله الذي كرمنا بهذا الدين، ونسأل الله عز وجل أن يكرم هذا الدين بنا. الحمد لله الذي أتانا للتوحيد في زمان اختلطت فيها أو فيه الأمور على الكثير من الناس. الحمد لله الذي رزقنا الإسلام في زمان ضيع فيه الكثير من الناس هذا الإسلام، إن عن سبق إصرار وإن عن جهل وقلة علم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد رسول الله. حتى نلج الموضوع مباشرة فلا نشق عليكم أيها الإخوة، نقول وبالله المستعان. أما بعد، عنوان خطبتنا جدا هام، والموضوع الذي أريد أن أطرقه في هذا المجال أيضا هام، والباب الذي نريد أن نلجه من أهم الأبواب خاصة في هذا الزمان الذي فيه انعطاف خطير ومنزلق رهيب. عنواننا في هذا اليوم المبارك دعاة لا قضاة، دعاة لا قضاة. شو يعني؟ أنت كمسلم وأنا كمسلم، الله عز وجل اختار لنا وظيفة أرقى وظيفة على وجه الأرض قاطبة، وتحدى الله عز وجل بها كل الوظائف والرتب والمناصب، فقال تعالى: ومن أحسن قولا. هذا يسمى استفهام إنكار وتحدي. ومن أحسن قولا، يعني اللي أحسن قولا جيبوه، ما في. لما علم الله تعالى أنه لا يوجد من يتحدى، وعلم أن أفضل مهنة هي أن تكون داعية في سبيله، قال هذا القول: ومن أحسن قولا ممن دعا لمين؟ إلى الله، وعمل صالحا. شوف ثلاث صفات: دعا إلى الله، وعمل صالحا، وماذا قال بالتالي؟ وقال: إنني من المسلمين. قلنا: ومن؟ هذه ليست الاستفهام، لا يحتاج هذا الاستفهام إلى جواب، وإنما
بلغة العرب يسمى استفهام إنكاري يحمل في طياته التحدي. يعني اللي يستطيع أن يصل إلى وظيفة أفضل من هذه الوظيفة فليتفضل. هكذا معنى الآية. لا يوجد، لا يوجد. ليش يا جماعة؟ صلوا عليه. وظيفتك أنت أي وظيفة كانت، سواء كانت دينية أو دنيوية، تتعلق شرفا ورفعة وقيمة بما تدعو إليه من خلال وظيفتك. أعين؟ صلوا على الحبيب مرة، اللهم صل عليه. يعني العلوم الإسلامية متشعبة، هناك علم الأصول، هناك علم الفقه، هناك علم التجويد، هناك علم التفسير، هناك علم الحديث، هناك. فقال العلماء أشرف العلوم علوم القرآن. ليش؟ لأنها تتعلق بالقرآن، والقرآن كلام الله، فنالت تلك الرفعة بما تتعلق به. وصلت؟ كيف نالت علوم القرآن تلك الرفعة؟ لأنها تبحث في كلام الله، ولا أعلى ولا أجمل ولا أجل من كلام مين؟ كلام الله. فالكلام صفته عز وجل، مش يقول الكلام صفة المتكلم. فعندما تبحث أنت في القرآن تنال درجة عالية من الرفعة. عشان هيك أفضل الخلق يوم القيامة من؟ أهل القرآن. أهل مين؟ أهل القرآن. لما؟ لأنهم يتعلقون بكلام الله، أي بالمحصل يتعلقون بالله. اللهم صل على نبينا رسول. فلما أنت تشتغل وتتوظف في وظيفة، وظيفتك تلك مرهون شرفها وقيمتها ومنزلتها ورتبتها بما توصل إليه. لذلك لما أنت تدعو إلى الله لا يوجد أرقى من الله، لذلك لا يوجد أرقى من الدعوة إليه. اتفقنا؟ عشان إيه؟ أفضل الخلق هم الأنبياء، ثم من؟ من هم ورثة الأنبياء؟ العلماء. شو يعني ورثة الأنبياء؟ يعني يتوظفون مكان النبي العالم أو الداعية. ما هي وظيفته؟ وظيفة الأنبياء. لذلك سيدنا النبي يقول علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، مش بالمنزلة ولكن بالوظيفة. لأن النبي عندما يولي ويلحق بالسماء لابد أن يخلف حواريين وأنصار وأتباع وأصحاب ينهجون نهجه ويحملون رسالته إلى العالمين. لذلك كل نبي كان له أتباع. ما دور هؤلاء الأتباع؟ أن يتممون المسيرة وأن يحملون الرسالة بعد وفاة النبي. فأصبحنا أمة، على مستوى أمة وظيفتنا وظيفة الأنبياء، وعلى مستوى أفراد وظيفتك وظيفة الأنبياء. لذلك الله عز وجل تحدى وقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لأن الدعوة تحتاج إلى عمل، وبالتالي اعتبر نفسه جزءا لا يتجزأ من الأمة، وقال إنني منها في لغة العرب تسمى للتبعيض، يعني جزء من كل. أنا من المسلمين، مش شيخ المسلمين ولا خليفة المسلمين ولا أبو المسلمين ولا ابن المسلمين، لا، وقال إنني من المسلمين، يعني لبنة حجر من أحجار هذه الأمة، لبنة من لبنات هذه الأمة. شيء بسيط في هذه الصورة الجميلة التي ينبغي أن تكون عليها الأمة الإسلامية. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وركزوا معي الآن،
لما هذا الداعية اللي هو أنا وأنت، الدعوة لا تقتصر على شيخ أو عالم، لا، الدعوة لها مراتب. يعني ما أنا مكلف به قد لا تكلف أنت به، ما يكلف به من هو أعلم مني لا أكلف به أنا، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ وسع. قدرتها، طاقتها، قوته على التحمل، قدرته على الاستيعاب، أيضا قدرته على التعبير. يعني في كثير ناس، بين قوسين كما يقال في المثل العربي، كثير ناس محروق على الأمة، محروق على الوطن، محروق على المسلمين، بيجي بده يكحلها وبيعميها، بنقول له يعطيك العافية بوري كفيه. يعني لذلك مش كل إنسان يصلح أن يأمر بالمعروف وينهى عن لا، لأن أطباع الناس تختلف كما تحدثنا سابقا قبل كثير جدا من زمان. الطبائع أربعة، في طابع هوائي، في ماء، في نار، في تراب، عناصر الكون الأربعة، منها جبل الإنسان. فبعض الناس دائما وأبدا ناري الطبع، ما بتعرفش تحكي مع كلمة، فلا يصلح أن يكون داعية أبدا، بالعكس يخرب. لذلك النبي اللهم صل عليه لما طلب اهل المدينه وزيرا ورسولا مندوبا يحمل رساله الاسلام الى اهل المدينه يمهد للمسلمين قبل الهجره، النبي اختار مين؟ مصعب بن عمير. لماذا لم يختار مثلا عمر بن الخطاب؟ كان قطع روسي مروح، هذه مش دعوه، خصوصا في بداية الإسلام كان أحرق الناس على الإسلام عمر رضي الله عنه عمر على طول. لكن اختار النبي مين؟ اسمع، اختار رجل أو رجلا له مواصفات. أول شيء كان شديدا جدا، كان بهي الطلع. مصعب بن عمير إذا بتقرأ أنت في كتاب محمد خالد رجال حول الرسول عن كيف استشهد وكيف نشأ في مكة، والله إلا أن تبكي عليه الله. أكثر من مرة تقرأ حياته تبكي عليه. كان أنعم وأزين شباب مكة، كما تقول الروايات كان عندما يتمسك يعني يتعطر لشدة جماله، لا يلبس إلا الحرير المضفر، لما يتمسك ويخرج إلى طرقات مكة تخرج النساء فقط لرؤيته شدة جماله. كان بهي الطلعة، وأجمل من شكله مقفضة ولسانه، كان بديع الكلام. يعني لو تحدث مع حجر لنام. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام خلال فترة بسيطة أشهر معدودة أصبح التوحيد يسيطر على المدينة كلها. ومعروف كيف كان يتعامل مع سعد بن زراره وغيره من كبار زعماء المدينه، كانوا يهمون بقتله. اسعد بن زراره سحب السيف عليه قال والله لا اسمعه، زعيم الاوس كان. فماذا قال مسعد؟ كلام اسمع اسمع وصلي على الحبيب اللي عدل اللهم صل عليه. قال يا اسعد اجلس واسمع ما اقول، ان وافقك كلامي جلست وجريت في حديثي، ان لم يعجبك كلامي احجبت. فنظر القوم الى اسعد وقالوا لقد انصفك الله. شوف المنطق، شوف الاسلوب. فجلس دقائق معدوده يستمع لمصعب، أغمد سيفه وهدأت أعصابه وقال له يا مصعب ماذا يفعل من أراد أن يدخل دينك؟ فأسلم، عاد إلى المجموعة اللي بعثوا الزعماء، فنظروا إليه قالوا قالوا له والله لقد رجعت بغير الوجه الذي رحت به، لقد سحرت.
قال اذهبوا فاسمعوا لقوله وستجدون ما وجدت. بعثوا الاول والثاني والثالث والخامس، كل واحد منهم دقائق معدوده خلاص انتهى يسلم امره. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام اعطى الاوثان لبارئها. وحتى تنجح اي مؤسسه في الكون حتى على مستوى الاسره يجب ان يوضع الرجل المناسب وين؟ في المكان المناسب، فقط في المكان المناسب. فلما انت تكون داعي من جمله الدعاء ولست قاضيا جمله القضاء، الله عز وجل يوفقك وتعطي اجمل صوره عن دينك الحنيف. لكن اذا اردت ان تمزج بين الامرين من ناحيه داعي ومن ناحيه قاضي ستفسد الامرين معا. لن تفلح في كونك قاضيا وستفشل في كونك داعيا. اسمع وصلي على الحبيب اللهم صل وسلم. شوف شوف فن الدعوه، شوف الرفق بالناس حتى القائمين على المعصيه، حتى مرتكبي الكبائر، حتى الكافرين كيف ينبغي ان يعاملوا. هناك رجل في زمن النبي اصاب كبيره، اصاب ايش؟ كبيره. فقال يا رسول الله اقم علي الحد، انا عملت غلط. فقال النبي اجلده بالاول، حاول النبي ان يتمرس من الموقف حتى لا يقام الحد. الرجل مصر، لا لا انا كبير كبيره يا رسول الله، ضميري يتعبني. شوف لما تكون ضمير حي مش حاجه ان انت رقيب على نفسك، كما قال الله عز وجل وكل انسان الزمناه طائره في رقبه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشور. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك ايه؟ حاسب حالك، مفيش حاجه حدا يحاسبك. اذا كان الضمير حيا، اذا كان في وزن ايمان في داخلك، خلاص بتعرف الصح من الخطا وحدك. فلما بدا يجلد الرجل قال احد الصحابه يجلس بجانب النبي، شوف قال لعنه الله مرتكبا للكبيره. فوكزه النبي في صدره الى الصحابي من لسه في النبي، الروايه لم تذكر اسمه سترا لحاله، وكزه في صدره قال اسكت، والذي نفس محمد بيده لقد تاب توبه لو وسمت على اهل المدينه لكفته. اسكت، لا تستشفي باخيك فيعافيه الله ويبتليك. ما تكيفش انه فلان خرب بيته او فلان ارتكب او فلان عصى، لا بالعكس اشفق عليه، ارحمه، ادعو الله له بالهدايه. لا تنصب نفسك قاضيا تصدر الاحكام على خلق الله يمنه ويسره، هذا في الجنه وهذا في النار وهذا كافر وهذا مرتد وهذا فاسق. من انت؟ من انت؟ لذلك فلسفه الاسلام ايها الاخوه في الحدود مثلا، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ادركوا الحدود بايش؟ بالشبهات. شو يعني ادرك؟ ابعد. الحد يعني القصاص بايش؟ بالشبهه. يعني اذا واحد ارتكب معصيه واضحه وضوحها ايش؟ النهار، وفي شبهه واحد بالمليون قد تبرره، نتمسك بهذه الشبهه ونقرا عنه الحد. ليش يا اخوان؟ صلوا على الحبيب يا اخوان. اسمع فلسفه الاسلام، روح الاسلام لما نعي سر الدين نتعلق بهذا الدين اكثر. ماذا قالوا؟ لان تخطئ، اسمعوا هذه الجمله جيدا، لان تخطئ في العفو خير واحب
إلى الله من أن تخطئ في العقوبة. ليش؟ إذا أنت أخطأت في العفو، هذا العفو قد يرطب قلب هذا الإنسان فيهتدي، ويمكن استدراك العفو بعده. لكن إذا أنت أخطأت في العقوبة فأنزلتها وهو مظلوم، لن يسامحك، وقد يكون من المستحيل استدراك ما فعله. مثلا واحد سرق، لم نعول على الشبهة فقطعنا يده، بعد مدة فضح انه الرجل بريء. طب راحت ايده شو نعمل؟ لو اجينا نتأسفنا ليل نهار ونبكي نرجع ايده؟ مستحيل. او قد تخطئ في حد القتل مثلا، يقتل وبعد مدة اكتشفنا انه لا، اخطأنا، من يعيد لك هذا الدنيا؟ كيف يستدرك هذا الذي فعلناه؟ مستحيل. لكن اذا نحن عفونا عن انسان ولو بشبهه انه قاتل، وهو في الواقع قاتل، بينه وبين نفسه يعلم انه قاتل، فاما ان يتوب مع مجال التوب بينه وبين الله، واذا لم يتوب وما زال متعلقا في الكبيره، الله عز وجل سيقتص منه متى؟ يوم القيامه. صليت على النبي. لذلك مره اخرى، لا ينبغي أن نشيع الفتن في المجتمع الإسلامي، بالعكس النبي يقول إذا بليتم مش فضفضتم وعزوا على الرجل ويلا ويلا، لا، وسائل الإعلام بالعكس، إذا بليتم ضحكيه ضحك اللغة العربية، ضحك التعبير النبوي. قال إذا بليتم، لماذا لم يقل إذا ابتليتم؟ فرق كبير يا جماعة. بليا هي مبني للمجهول، ابتلى ومن ذاته، حتى الادب النبوي شوف التعبير ما قال، كان النبي يقول لك يا بني ادم اللي يرتكب معصيه هو ليس من ذاته، انما فقاه ابليسه وشيطانه وشهوته وضعه وطيب الكبيره. ما تكيفش انت انهم في الكبيره. شوف القصه وفي اخر صلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام، قصه معروفه بها العبرة والعبرة بإذن الله. إبراهيم بن أدهم، قصة مشهورة معروفة، لكن يا ريت يتحقق معناها بين المسلمين. خارج مرة من صلاة الفجر إلى بيته، في الطريق سمع رجلا يقول يا الله يا الله، ملقى على قارعة الطريق، اقترب منه وإذا رجل سكران، فاقد الوعي، سكران، خمران، سبحان الله، سكران زمان حتى يذكر الله، اليوم الصاحب هذا زمان عيش فيه، لا اله الا الله، حتى السكران كان لا اله الا الله. المهم، فشوف غيرك هذا الرجل، هذا الرجل الصالح ابن ادهم، اخرج منديلا من جيبه ومسح شفتي الرجل وقال في نفسه هذا رجل يذكر اسم الله، على الأقل أطهر شفتي ليكون ذكر اسم الله من شفتين طاهرتين. ما السحلة والخمر؟ مش خاف أشوف بطنه، قالوا بيتك ما تحول، احنا هيك بنعمل، ممكن أبصر شو بنعمل، نلعب وننزل فوق نشرشه للبلاد، لا مش أبدا. شوف الفن في الدعوة. مسح شفتي الرجل ودعا له بالهداية. اتفقنا؟ ذهب إلى بيته ابن أدهم ونسي الموضوع. في اليوم الثاني في صلاة الفجر، ابن أدهم يذهب إلى المسجد قبل الأذان، طبعا ما في كهرباء، يعني عزف نوعا ما، فسمع رجلا يقول يا الله يا الله يا من تبت علي اقبل توبتي. فلما دنا منه، لما دنا منه قال ألست بالأمس كنت يا عز وجل طهر قلبي لما أن طهرت شفتي، أو كما قال ادعوا الله وأنفقوا خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى رسول الله وعلى الآل والصحب ومن والاه. فقال له أيها الإخوة: طهر الله قلبي لما طهرت شفتي. صلى الفجر في مؤذن معاد إلى بيته، خذته سنة من النوم وإذا به يسمع هاتفا يقول له: اسمع اسمع يا ابن أدهم، غرت على ذكر اسمنا فطهرت شفتيه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، توفنا وأنت راض عنا، فرج كربنا، يسر أمرنا، اقذف في قلوبنا الهداية يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل خاصتك، فقهنا في الدين، علمنا التأويل، اجعلنا من ورثة جنة النعيم، احقن دماء المسلمين في شتى بقاع المسلمين، في الأقصى وفي غزة وفي فلسطين وفي الشام وفي مصر وفي ليبيا وفي كل أصقاع الدنيا يا أرحم الراحمين. وأحد صفوف الأمة، اكشف ما نحن فيه من غمة، دعوناك كما أمرتنا، استجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد، وأنت يا مؤذن أقم الصلاة يا رب.